لقينا واحدة في شارع 9 في المعادي، خطف منها الشنطة، صرخت طبعا، الناس اتلمت واللي قاعد يجري ورانا والكلام دوت. انا جريت بالميكروباص، وقفنا الاول فتشنا الشنطه وشفنا ايه اللي فيها، لقينا فيها 85 جنيه بالظبط، وكان فيها فيز والكارنيه بتاعها. شديت سحبت الشنطه، البنت عفلت معايا، وقعت مني، البنت وقعت في الارض لغايه ما خدت الشنطه، ووليد قام جاري بالعربيه وجرينا لحد ما وصلنا عنده عند البيت. فتحنا الشنطه، وليد خد علبه المكياجات، والفلوس طلعت حوالي 65 جنيه 80 جنيه، قسمنا الفلوس.